اخواني اليوم حنورجيكم بعض خدع موقع جوجل. اول شيء بنروح على هذا الموقع، بنكتب تيك تاك توي. تيك تاك توي حتشوفوا هلا شو راح يطلع لنا هون، لعبة جديدة هي خدعة من خدع برنامج جوجل. حيظهر لنا هون اكس او، هي لعبة اللي احنا بنلعبها لحنا والانترنت. اكس او شوفوا هلا انا هون، يعني نحنا عم نلعب عكس بعضنا، مشان انا اسكر عليه وهو يسكر علي. هلا تقريبا تعادلنا. كمان حنروح على موقع، كمان رح نروح على موقع تاني، بنكتب شغلة تانية لنورجيكم خدعة جديدة من خدع برنامج جوجل. بنكتب او ام اف جي دوجز، او ام اف جي دوجز، وبندخل على هاي الكلمة بالموقع، تشوفوا شو راح يطلع لنا. بناخد اول شي او اف جي دوجز وبنشوفهم، نكبس على هاي. هلا بنروح على موقع جديد اسمه The Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Wizard of Oz. هذا بشوفوا شو بيعمل لنا هلا، خدعة جديدة بيقلب لنا الشاشة كلها. يعني هذا شغلة حلوة عاملها جوجل. شوفوا هون هلا بنروح على الحذاء السحري هذا. There is no place like home. There is no place like home. شوفوا شو صار عنا، قلبت الشاشة. هلا بنرد، بنكبس على هذا البوق اللي حاطينه او مثل يعني هي لعبة صغيرة حلوة عاملينها مشان يعني بيعملوا اكشن فيها. هلا في عنا موقع جديد كمان، راح نروح على اسمه كمان زوم كوايت. زوم كوايت كمان هذا يعني اذا كنا مالنا عم نقدر ننام او قلقانين او اي شيء من هذا القبيل، فنحنا ممكن ندخل عليه. هو بيعطينا صورة لا متناهية، يعني بتضل انت بتطلع بتتفرج وهو عم يدخل زوم 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 زوم، وما بتخلص ما بتخلص انت من النظر له، والصور ما بتخلص. شايفين كتير يعني شيء حلو، وممكن واحد بيصفي، يعني بيعطي تصفية للذهن، بصير انت عندك تركيز عليه وبيصفي لك ذهنك، فممكن انت يعني ترتخي اعصابك وتنام. هلا بنرد بنروح على فيديو تاني كمان. كمان تقريبا نفس الشي بس غير شكل، يعني كمان بيدخل زوم 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 لا متناهي.
يعني شيء حلو بالفعل. إذا واحد نظر إلها بيصفى ذهنه، يعني بيصير تركيزه معها، بينسى كل شيء عنده إذا عنده مشاكل أو ما عم يقدر ينام أو قلقان. شايفين يعني شيء حلو. بضل بيدخل لا متناهي، زوم زوم زوم، عندك يعني شيء جديد، عم تشوف شيء جديد، كل ما دخل بيطلع شيء جديد، كل ما دخل بيطلع شيء جديد، شيء جميل. اخواني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملونا سبسكرايب على الفيديو. شكرا. على طول اليوم حنتكلم في موضوع موقع تور. هذا الموقع اللي حنتكلم عنه اليوم راح نعمل اسمه نسخ هلا ونبحث عنه نشوف الموقع هذا شكله لليوزر العادي، يعني يوزر العادي اللي بيدخل يزور الموقع المفروض هذا اللي يشوفه، يحب يعمل داونلود ويصفح الموقع الشكل اللي يظهر لك انت كيوزر، هذا هو الشكل اللي بيظهر لك. انا اليوم بقول للشباب انتو عاوزين تتعلموا اختراق، اوكي، مو الناس تتعلم اختراق مشان تخرب او تدمر، لا، انت محتاج تتعلم اختراق لانك محتاج تتعلم امن معلومات، محتاج تدرس الكلام اللي شايفه، محتاج تعرف كيف توصل للمعلومة، لأنه القيمة للفترة الجاية هي للمعلومة، وأنه يكون معك معلومة كمان. بالسابق تحدثت عن اختبار اختراق موقع صحارى وموقع سمايا أو أكثر من موقع، وفي ناس كتير يعني ما صدقوا الحكي اللي عم نقوله، اللي عم نقوله مجرد رتوش، في أكثر من هيك كتير. حتى ما نطول، في شيء ممكن نكتبه لنشوف الاندكس تبع الموقع بالكامل، الموقع مصرح فيه لجوجل، يعني الارشيف والاندكس للداتا. طبعا الموقع اللي عم نتكلم عنه هذا الموقع العادي اللي انت ممكن تشوفه، لكن هذا الموقع اللي نحن عم نستعمله، اللي نحن راح نستعمله. مثال نشوف هون measurements دوت، هاد لينك خاص بالمتصفح، بنشوف هون لينكات هي مجموعة داتا لهذا اللينك، شايفين كلها لينكات، هذا لينك كمان، وهون مجموعة داتا على ما يبدو خاصة بفتح السورس. نطلع لفوق نشوف هذا الارشيف تبع الداتا بالكامل بالشكل الموجود قدامنا، بنطلع لفوق كمان كمان لفوق، هاد شيء له علاقة بالمتصفح، شيء محتاج لوقت مشان تدرسوها، كلها محتاجة عمر كامل. الداتا هي سنة 2016 وهذا آخر تحديث للمتصفح، عدا انها عبارة عن اكواد وداتا. نشوف هون، شايفين هون لينكات، ولو نتوسع فيها نشوف نتيجة بحث 1620 للمتصفح تور، نتائج بحث كبيرة جدا. ارشيف للمتصفح تور 1620 موقع بحث، تصوروا هون لينكات كمان، في بعضها تكست وهون عنا صور. هاي كلها مجموعة لينكات، هون اندكس نشوف الصور، هاد تور ارشيف 33 ميجا بتاريخ 29/12، هون ملف بي دي في، بده كتير التصفح والدراسة.
فتح سورس في مجموع فتح سورس في مجموع صور، ما بعرف كيف اجيت هون. انا عم اتصفح معكم، يعني كيف وصلت وصلنا لهالصور ما بعرف الحقيقة. هون مجموعة فيديوهات كاملة، هون مجموعة فيديوهات كاملة شايفين. نعمل بحث عن كمان الـ MP4. السكريبت اللي عامله بس بيورجيني MP4 حقيقة، لأنه لازم عندنا يكون سكريبت الفيديو، لأنه السكريبت اللي عندي كمان في مشكلة محتاج إعادة تثبيت. تمام. طيب، نحن فهمنا حاليا نظرتك للموقع الإلكتروني. هذا الأرشيف مفتوح على فكرة عشان الناس ما تزعلش وتقول هاك واختراق. بنقرأ هون شو كاتبين: أرشيف ميديا مسموح باستخدامه. هلا نشوف ترجمة هالكلمة، في كلمة هون نشوف ترجمتها كونكل. ندخل على جوجل بنعمل ترانسليشن وبنشوف شو معناتها. بيطلع معنا الكنسي. شو يعني الكنسي؟ ما عارف الحقيقة. هون كاتبين لو انت قدرت تطور في هالداتا ابعث لنا ايميل على طول على هذا العنوان، فاتح لك الداتا كلها، الدروس وتعلم بالانجليزي وشوية بالعربي، ناس كلها عملت شغل. شوف في داتا كتير، في داتا كتير يعني لازم تشوفوها. احنا عم نتصفح هلا مجموعة الداتا الموجودة بهذا الموقع، اللي هو ما بيظهر، يعني ما بيظهر لكم إلا بطريقة معينة. الشباب اللي مركز بقى في الشغل، اللي مركز في الاكسبلورز والتروجان وتعاد او تستخدم سكريبتات مشان تهكر مواقع، صدقوني هاد ما حتاخد منه اي فايدة. دروس مذاكر وتعلم دروس انجليزي، ادخل في المواقع، اعمل بحث في عن الاندكس، في اشياء كتير ممكن انه تفيدنا افضل من نحن نخترق موقع. يعني فرحتنا استفدنا. ايه، اغلب الناس اللي حتخترق المواقع ما عندها فكرة عن الـ HE والـ ASP. ادخل في المواقع هاي وبلش من اليوم. الشباب لازم يهتم بالتكنولوجيا، اهتم بالتقنية اهم شيء.